الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 17 من تفسير الجزء الثاني من مقاطع التفسير الميسر. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، معناه قاربن أجلهن، أجلهن يعني انقضاء العدة، قاربت انقضاء العدة. والدليل قال فأمسكوهن، إذا انتهت العدة لا يستطيع أن يمسك، فدليل على أن بلغنا أجلهن يعني قربنا انتهاء أجلهن، يعني انتهاء عدتهن. فأمسكوهن بأن تراجعوهن على الكلام السابق، المقطع السابق، فأمسكوهن بمعروف غير ضرر، أو سرحوهن بمعروف. التسريح يعني بالمعروف أن تترك إلى أن تنتهي العدة ثم تفارق زوجها. قال ولا تمسكوهن، يعني بالرجع، لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لأجل أن تعتدي، لأجل أن تطول على المرأة العدة، أو لأجل أن تدفع لك مالا، تدفع المهر، هذا كله لا يجوز. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن يفعل ذلك، الإمساك لأجل الإضرار والاعتداء، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، لأنه عرض نفسه إلى عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله يعني أحكام الله سبحانه وتعالى هزوا، يعني تخالفونها لأجل أشياء ولأجل اعتداء وضرار. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واذكروا نعمة الله عليكم أيها الأزواج، لا تتخذوا آيات الله هزوا، اذكروا نعمة الله عليكم. ونعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، ومن أهم هذه النعم الإسلام، وما أنزل عليكم من الكتاب يعني القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام يعظكم به، يعني الواجب أن تشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى وتعملوا بهذه الأحكام. واتقوا الله ويعلمكم الله، فالذي يتقي الله ويخشى الله سبحانه وتعالى يعلمه ما فيه صلاحه وما فيه صلاحه. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، المراد هنا بلغن أجلهن، ليس قاربنا، وإنما المراد بلغن أجلهن يعني انقضت عدتهن. لماذا؟ لدلالة ما يأتي. قال فلا تعضلوهن، كيف تعضلوهن؟ العضل هو المنع من الزواج. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذا انقضت العدة. لا تعضلوهن، الخطاب للأولياء، لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذا أرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول مع أن العدة انقضت، طلقها مرة ثم حاضت انتهت العدة، أرادت أن ترجع، قال الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتموهن، طلقة واحدة أو اثنتين، فبلغن أجلهن انتهت العدة، فلا تعضلوهن أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن، أن يرجعن إلى الأزواج إذا تراضوا بينهم بالمعروف. متى يجوز أن ترجع؟ بعقد جديد ومهر جديد، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية لها سبب نزول، أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل ابن يسار، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، والقصة طويلة. إذا تراضوا يعني الأزواج والنساء بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذلك يوعظ، ذلك يعني النهي عن العضل، لأن الحديث عن الآية تتكلم عن العضل، ذلك أي النهي عن العضل، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي ينتفع بهذه المواعظ. ذلك أزكى، يعني ذلك
ذلكم يعني ترك العضل أزكى لكم يعني خير لكم وأطهر كذلك لكم. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله سبحانه وتعالى يعلم المصلحة ويعلم ما فيه مصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك، إذن اتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن يعني ليرضعن، هذا يرضعن خبر مضارع معناه الأمر، يعني ليرضعن أولادهن حولين عامين كاملين. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. حولين كاملين، كاملين هذا تأكيد للحولين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة على الحولين. وعلى المولود له، على المولود له، من هو المولود له؟ المولود له يعني الأب، عليه ماذا؟ وعلى الأب رزقهن، المولود له يعني الأب رزقهن، رزق من؟ الوالدة زوجته التي ولدت. وكسوتهن بالمعروف مقابل الولادة ومقابل الإرضاع، بالمعروف بما يتعارف عليه بحال الزوج إن كان غنيا أو فقيرا. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها يعني إلا طاقتها، فلا يعني يجوز للمرأة أن تكلف الزوج فوق طاقته. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. لا تضار والدة، الوالدة يعني الأم التي ولدت، لا تضار والدة، لا تضار والدة بولدها، يعني لا تكره المرأة على إرضاع ولدها إذا امتنعت، إذا امتنعت هذه بعض الحالات، هذه في إذا حصل فرقة بين الزوجين وكان هناك طفل فأرادت أن تتزوج، هل يجب عليها الإرضاع؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، كذلك لا يضار مولود له، المولود له هو الأب، لا يضار كذلك بولده بأن يكلف طاقته. والله سبحانه وتعالى كرر بولده، بولدها، هذا للاستعطاف، لا تضار والدة بمن؟ بولدها، استعطاف مولود له بولده، انتبه إلى أنه ولدك. وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث، من هو الوارث؟ الوارث ما يطلق إلا إذا حصل وفاة، إذا المولود له الأب مات، الوارث ولي هذا المولود مثلا جده عمه ونحو ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ما مر الأحكام أنه لا يلزم المرأة بإرضاع زوجها بإرضاع ولدها وعليها النفقة والكسوة، هذا كله وعلى الوارث مثل ذلك. إذا مات الأب، إذا مات الأب فالوارث وارث الصبي مثل ذلك من الأحكام السابقة. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإن أرادا يعني الوالدان فصالا، الفصال يعني الفطام قبل الحولين، لكن عن تراض يعني صادر عن تراض يعني اتفاق، عن تراض منهما وتشاور يعني تشاور بينهما لأجل مصلحة الصبي، فلا جناح عليهما في ذلك. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وإن أردتم أيها الآباء، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يعني تأتي بمرضعة غير الوالدة، فلا جناح عليكم في الفعل إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا سلمتم إلى المرضعات ما آتيتم ما تعطون من الأجرة بالمعروف يعني بالجميل بالكلام الطيب بطيب نفس، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.